نجد هناك أمينة صحراوي في التولوج. أمينة أهلا بك معنا. اهلا بك لميس، انا كامل المشاهدين عم يشوفوا فينا دوكا. لميس، اجواء جد 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 بارده هنا بشريعان على ارتفاع 1300 متر. كما كتشوفي تساقط الثلوج راه مستمر هنا باعالي جبال شريعه. لميس، اجواء جد بارده، كاين توافد لبعض العائلات جاوا لهنا باش يستمتعوا بالثلوج وببياض الطبيعه. اذا لميس، اذا كان عندك اي سؤال تفضلي. نعم أمينة. لميس، نقول لك فقط الريح تاني كاين ريح شوية قوية ويلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة، وأجواء جد جد باردة. جيد أمينة، أنت قلتي أنه كاين هناك توافد للعائلات رغم تساقط الثلوج ورغم برودة الطقس. رغم برودة الطقس، يعني هذا ما منعش العائلات أنها تتوافد وتجي تستمتع بالثلوج. لميس، قلت لك تاني الحال بزاف بارد هنايا، يعني درجة حرارة يعني جد منخفضة، أجواء جد باردة، يعني هذا شيء طبيعي. الريح تاني قلت لك شوية قوي يلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة. تفضلي. نعم. لميس، إذا كان عندك أي سؤال. نعم، أنت أعطيتنا كل تفاصيل أمينة، شكرا جزيلا لك ولكل الطاقم العامل معك، دحمان المصور هناك وكل الفريق العامل وخاصة في هذه الظروف الصعبة. شكرا لك أمينة صحراوي. العفو. لميس، نتركك مع هذه الصور الجميلة من أعالي جبال الشريعة. شكرا لك مرة أخرى أمينة صحراوي، كما نتابع في هذا النقل المباشر من أعالي جبال الشريعة مع صبيحة اليوم. وكما ذكرت موفدة تلفزيون النهار، إلى هناك برودة في الطقس وتساقط الثلوج، المنظر أكيد رائع لكن البرودة أيضا، يعني البرد قارس متواجد هناك كما ذكرت أمينة صحراوي، توافد بعض العائلات إلى هناك.